اعمل زوم ان زوم. ايوه لما يبدا التصوير ما في زول بيتكلم غير المخرج، ما في زول بيتكلم نهائيا. المشهد الثاني، اللقطه الثالثه، اللقطه الثانيه للمره الثانيه. 3 2 1 اكثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان. في الموعد نلتقي بكم اليوم. المشاهد اللي شفناها والأغنية اللي استمعنا لها يمكن بتحكي وبتلخص لنا الفكرة والموضوع لحلقتنا اليوم، ونحن نتكلم عن مبادرة تدريب الأطفال على صناعة السينما. وزي ما شفنا وشاهدنا في ولايات دارفور كانت المبادرة وكان الاهتمام وكان أيضا التدريب على كتابة السيناريو، على التمثيل، على الإخراج، وأيضا على المونتاج والتصوير وفنون الإضاءة. شفنا الوعي الممكن هم يكونوا الأطفال الصغار دي المحتاجين له، وشفنا في السبورة حقوق الطفل وكذا كم عنوان محتاجين الأطفال إنهم هم يغزوا عقولهم بالأفكار، يكون في وعي وفي انفتاح على العالم بتغذية الأفكار بأفكار هي من حقهم إنهم يعرفوها في أعمارهم الصغيرة دي. محتاجين للعمل الجماعي، محتاجين للتكاتف، محتاجين لأنه يكون عندهم أحلام، يكون عندهم إبداع وهدف يضعوهم من أعمارهم الصغيرة دي ويحققوهم في المستقبل. سعيدة يكون معي واحدة من المبدعات الصغيرات، إن شاء الله كل المستقبل لك. سعاد عبد الله سبيل، مشاركة في تدريب الأطفال على صناعة السينما. مرحبا بك يا سعاد. الله يسلمك. أنت كويسة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. برحب أيضا أستاذ محمد عبد المناف، مدرب ومشرف بمبادرة تدريب الأطفال على صناعة السينما. مرحبا بك أستاذ محمد. الموسم دي الموسم الخامس. أيوة. للمبادرة دي، المرة دي كان مختلف فعلا. الموسم كان مختلف لأنه المواسم الأربعة الفاتت نحن كنا بندرب في الخرطوم هنا فقط. لكن الموسم ده كان مختلف لأنه مشينا دربنا في ولاية دارفور الخمسة. كانت تجربة مختلفة جدا، تجربة شيقة جدا وممتعة شديد بالنسبة لنا نحن كمبادرة، ومختلفة كمان بالنسبة لشباب دارفور طبعا. ليه كان التحديد يعني لولايات دارفور تحديدا؟ والله تحديدا الاختيار جاء بناء على شو؟ الاختيار جاء بناء على دراسة كبيرة، يعني احنا قعدنا فترة طويلة جدا لأنه الأحداث اللي حصلت السنة دي ما قدرنا نعمل الموسم بتاعنا هنا في الخرطوم. فعملنا دراسة في أنه يحقي عايزين نعمل حاجة مختلفة السنة دي، فمفروض نعمل شنو. وفي نفس الوقت يعني لقينا أنه عندنا طلبات كثيرة بتجينا في الصفحة أنه انتوا ليه يا جماعة ما بتجونا في دارفور، ليه يا شباب ما بتجوا تدربونا هناك. فقلنا خلاص السنة دي يكون عندنا خطة بتاع التدريب تشمل كل ولايات دارفور، والحمد لله قدرنا حققنا الحاجة دي في زمن وجيز جدا جدا. طب كلمنا عن الأربع مواسم السابقة،
كيف كان الإقبال وكيف كانت المشاركة وكيف اختياركم أصلاً للأطفال اللي بيكونوا مشاركين في صناعة السينما؟ الرغبة ذاتها كانت كيف؟ حاجة خرافية صراحة. يعني أنا قدر ما أشرح لك ما حقدر أوصل لك كل الحاجة دي. بدينا إحنا في 2015 أسس الفكرة بتاعة المبادرة الأستاذ مصعب حسونة. بدينا عن طريق استمارة بتاع تسجيل إلكتروني في الفيسبوك. ومنها يهو وصلنا في الحاجة دي. ففي الموسم الأول 2015 عدد الناس اللي كانوا متقدمين أو عدد الأطفال متقدمين يفوق 500 طفل. ده في أول موسم. ده في أول موسم. يعني حتى الوقت ذاك إحنا ما بدينا تدريب أصلاً. يعني ما كانت الفكرة بس حاجة كده موجودة والناس طرحتها. اتقدموا أكثر من 500 طفل. إحنا اخترنا منهم 24. دربناهم على صناعة الأفلام من مرحلة الكتاب لحد مرحلة الإخراج مروراً بالقصة والسيناريو. لا ما أعرف من كم لكم. بندرب إحنا من عمر 7 سنة لحد 16 سنة. اللي هو سبع سنين ده ما صغار شوية ولا بتدوم على كذا؟ حتتفاجئي طبعاً. يعني بتقول أنت عمارهم صغار لكن ما شاء الله يعني عقولهم كبير. كبيرة جداً جداً. فيهو الموسم الثاني برضو كان 2016 دربنا 24 طفل. في الموسم الأول أنتجنا 14 فيلم. في الموسم الثاني برضو أنتجنا 14 فيلم. في الموسم الثالث غيرنا المنظور بتاع التدريب شوية, دخلنا التخصصية أكتر لأنه هم الأطفال كلهم يأيما عايزين, كل واحد بيكون عنده رغبة معينة بالضبط كده. في واحد بيكون عايز يبقى كاتب سيناريو, في واحد عايز يكون مصور, في واحد عايز يكون مخرج, في واحد عايز يكون مونيتير. فلما شفنا الحاجة دي في الأطفال في الموسمين الأوائل قررنا أنه نقسمهم على مجموعات, كل مجموعة تكون محتوية على زول شغال حاجة معينة, مونيتير, مخرج, مصور, إضاءة وكاتب سيناريو. منها عدد الأفلام يعني قلة, فأنتجنا 6 أفلام بالإضافة لأنه كان في أفلام من ورش تانية انضافت برضو للإنتاج ده. فحققنا في 2017 تقريبا ما بين 13 إلى 12 فيلم. ده في 2017. في 2018 برضو التدريب كان بنفس المسار بتاع 2017, تقسيم على المجموعات وإنتاج الأفلام برضو. يعني الحاجة الجميلة في الحاجة دي إنه الأفلام يعني فكرتها تبلورت أكتر. الأطفال بقوا عارفين هم بيعملوا في شنو وكيف يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها. فالأفلام يعني كانت جودتها أعلى والإنتاجية بتاعتها. هم ما نفس الأطفال لكن. لا ما نفس الأطفال. كل سنة بنختار. أنتوا بالنسبة لكم برضو كقائدين للمبادرة دي بتكون الأفكار وقعت لكم أكتر لأنه تعامل مع الأطفال شوية كمان يعني بالضبط. ما تعرف حدودهم وين ممكن تكون في الأفكار بالضبط كده. بس الحاجة جميلة جدا إنه يعني الأطفال دائما في أول يوم بيكونوا مترددين, خايفين, ساكتين, هادين, لكن لما يعني الشغل يعجبهم حتتفاجئي. يعني تلقي الأطفال المبدعين وكده. طبعا في الأطفال المشاغبين شوية شوية لكن يعني مع مرور الوقت هم ذاتهم يعني بهدوء ذاتهم طاقة وإبداعي محتاجة توظف. بالضبط كده. بالضبط كده. يعني ما شاء الله مصعب حسونة ما مقصر معهم شديد. يعني بيقدر الطفل يوصله للمرحلة اللي هو عايزة في التدريب. بالإضافة للفريق العمل الشغال تاني يعني قدرنا نحن نتعود على التعامل مع الأطفال, قدرنا يعني نتعود إنه كيف طاقاتهم دي نوجهها في الاتجاه الصح. والحمد لله يعني الشغل كان مميز. الأفلام بعد كده مصيرة وين في الأربعة؟ نحن بنتكلم عن المواسم لسه السابقة يعني حنجي للمبادرة الموسم الخامس دي وناخد نتكلم عنها بتفصيل. أيوه. وين مشيت الأفلام دي؟ الأفلام موجودة بعد يعني تعرضت هي طبعا. أكيد طبعا. حتى في إحنا كل سنة عندنا إيفنت بنعرض فيه كل الأفلام اللي اتعملت في السنة. وفي نفس الوقت بيكون عندنا عروض تانية خلال السنة بتتعامل في أوقات معينة. احيانا يعني بنعملها على حسب طلب الناس لانه في الصفحه بتاعه المبادره بتجينا طلبات تقول لنا احنا عايزين نشوف الافلام. فبنحدد التاريخ بنعمل عرض للافلام وبتكون موجوده. يعني هي موجوده عندنا في الارشيف بتاع المبادره كميه كبيره جدا من الافلام طبعا ما شاء الله. فعلا الناس بتكون من نفسها تشوف فعلاً تتفرج على الاعمال دي. سعاد واحده من الطالبات الجميلات مشاركه واخترت قسم معين لصناعه السينما. كلمينا اول حاجه شاركتي كيف وسمعتي كيف بالمبادره دي وفكرتك كانت شنو؟ يعني انا كان ما عارفه بالمبادره دي لكن جو ورونا في مدارس وبعد ذاك مشينا. وين في مدارس؟ وين في هذا المكان؟ في مدرسه اردمت الثانويه. وبعد ذاك زي ما قالوا مشينا الصاله صاله معياري في الجنينه. مشكله في الجنينه عادي في الجنينه. بعد ذاك بعرض لك حاجات خيط حاجات كثيره كده حقه المواسم اللي فاتت. لا بعرض لك افلام وحاجات زي ده بسالوك يعني اسئله. أيوة. ولا حسب الاسئله دي انت بختاروكي. طيب انت كان سؤال شنو جاوبت عليه وقام اختاروكي في مونتاج؟ يعني انا ما سالوني سؤال محدد لكن بعد ما خنت لي مخنيه
وعجبهم الصوت بتاعي كانوا اختاروكي. اي اختاروني. انت اخترتي المونتاج؟ انا اخترت المونتاج. ما اخترتي تمثيل ليه ولا اخترتي حاجه؟ اغلب الناس اللي معاكي كانوا عايزين التمثيل مش كده؟ ما كلهم، لكن ما الحسب اغلبهم اللي عايزين شنو كانوا؟ اغلبهم كانوا عايزين التمثيل. لكن انا اخترت المونتاج. طيب بتعرفي شنو عشان المونتاج؟ يعني عشان انت تختاري انك تكوني في المونتاج او تتعلميه؟ يعني انا حبيت اعرف اطور نفسي من انه انا بعرف حاسوب وحاجات زي ده، طورت من نفسي وقلت خليني امسك المونتاج. بعرف حاسوب انت؟ بعرف حاسوب قليل كده. قلتي تستفيدي من الحاسوب ده مش؟ ايوه. يعني عندك رغبه في المستقبل ودي حاجه نفسك تتعلميها وخلاص؟ اي رغبه في المستقبل اني اكون ماسكة عندي حاسوب وادردش فيه وكده وعارف حاجات جديدة. جميل. عشان كده. جميل. لما نتكلم عن المشاركات، الاختيار بيتم كيف؟ يعني هي ورتنا نموذج حي معانا، ورتنا كيف الاختيار، دي الطريقة العامة في الاختيار؟ احنا عندنا اسئله كده محدده بس ما حوريها الاسئله شنو بتكون هي. ايوه بتكون هي الكي اللي احنا بنعرف بيها الاطفال المتميزين بالذات في مجال صناعه السينما. طبعا الاطفال متميزين في كل مجال، لكن احنا عشان صناعه السينما هي المجال بتاعنا، فبنحدد انه هل الطفل ده ممكن يكون عنده يعني معرفه بالمجال او عنده يعني اقبال على المجال اكثر. فعندنا اسئله كي كويشنز بنخطها دائما في الاستمارة، بنعرف بيها الحاجه دي المميزات دي. وفي اطفال يعني مبدعين جدا يعني في احنا عندنا سؤال ممكن اوريكم ده، اللي هو بنقول لهم اكتب قصه. يعني كميه القصص اللي احنا بنجي احنا ذاتنا بنكون مبهورين بالحاجه دي، يعني انه دي حاجه كاتبينها اطفال. وبعدين احنا بنعرف يعني كنت دائما عن نفسهم ولا عن شنو؟ في ناس بيتكلموا عن نفسهم، في ناس بيتكلموا عن اصدقائهم، في ناس بيحكوا قصص من خيالهم كده. دي كده بالنسبه لكم شنو يعني الطفل المبدع محتاج لانه بالضبط يرعوها؟ ايوه بالضبط كده. وانت لما تلقي الاطفال اللي بيقدروا يعبروا عن نفسهم، يعني دي حاجه يعني ممكن اقول لك ما بتتلاقي في اي مكان وفي اي طفل. بعدين الاطفال في نفسهم محتاجين المساحه اللي يقدروا يعبروا فيها. فانت لما تديهم الحاجه دي، يعني بالسؤال ده احنا بنشوف الطفل ده اطلق العنان ليروح نحط طوالب بنستلمه وبندخله معنا في التدريب. ليه؟ عشان نديه امكانيه ثانيه لقدام يقدر يبدع اكثر في المجال ده بالذات. يعني في مجال صناعه السينما، لانه مجال متفرع شديد. واسي معانا اطفال من المواسم اللي فاتت، حتى في الايفنت بتاع السنه دي اشتغلوا فيلم في السنه دي وجوا عرضوا معانا في الايفنت. جميل. فدي يعني بوريك انه هم عندهم فعلا اقبال ومحتاجين احنا كده، لانه حاجه محزنه لما تلقى طفل مليان ابداع وطاقه لكن ما لاقي زول يوجهه ويمشي على وين. يعني عندنا الطاقات دي، فبالتالي بنلقى بعد كده ممكن هو الشاب يصل يبقى شاب او شابه وتايهين ما عارفين يمشوا على اي مكان. بالضبط كده. فجميل انه من هم اطفال طريقهم يكون ظاهر. عندنا عمل ظريف جميل لسعاد، نشوفه مع بعض ونرجع ان شاء الله مره ثانيه. الجنينة يا ناس كيل الما بيها، الجنينة يا ناس كيل الما بيها، الجنينة قدر فوق دي فبواديها، الجنينة قدر فوق دي فبواديها. أنا اسمي سلمى إسحاق فاتح، عمري 13 سنة، ساكنة في حي الجمارك، بقرأ في معهد اليونسكو وفي مدرسة صداقة في الصف السادس. أنا اسمي مازن مصطفى، عمري 15 سنة، ساكن في حي المدارس، أقرأ في مدرسة الفاروق الثانوية الصف الأول. أنا وسالمة التقينا في مبادرة تدريب أطفال في صناعة الفيلم. يلا معنا نخبركم عن مدينتنا الجميلة الجنينة. أكثر الأعمال
أماكن جمالا في مدينة الجنينة جبل الأمير. والجميل فيها إنك بتشوف الجنينة من فوق، وبكده بتشوف الجنينة بجمال طبيعي. عارفين الجنينة دي سموها جنينة ليه؟ سموها الجنينة لأنها مليانة بالخضار زي ما شايفين. وفي التاريخ الجنينة دي كانت حديقة سلطان بحر الدين، وهو أول حاكم في مدينة الجنينة. أصدقائي، من الأماكن الجميلة جدا وادي كجا، والوادي دي حتة جميلة جدا وبرضو بتكون مجيلة للناس. جبل الأمير ده جبل مشهور جدا، وقريب منه زي ما شايفين قصر الضيافة ومتحف السلاطنة. ومتحف دي أثري وعنده تراثات قديمة. الفيلم اللي شاهدناه دي واحد من أعمال الأطفال المشاركين في الجنينة في المبادرة دي لصناعة الفيلم، يعني الممثلين سلمى ومحمد والمخرج والسيناريو، كل التفاصيل دي كلهم أطفال جميلين قاموا بالعمل، يعني صراحة شايفوه زي توثيقي، والمعلومة فيه واضحة والرسالة فيه واضحة بتصل للمتلقي أو المشاهد. أنتوا زيكم بيقوموا بعمل مهم شديد أستاذ محمد، وعمل كبير وإن شاء الله تواصلوا فيه بدون أي صعوبات أو عقبات إن شاء الله في المستقبل. والولايات محتاجة للتركيز كمان، لأنه فيها زي ما شفنا الأطفال المبدعين ديال، ولسه تخليه كل ما أشوف فيلم حنتفاجأ أكتر يعني بيبدع الأطفال ديال. حتى يعني حتى سألتك إنه هل المخرج ذاته الطفل، يعني لأنه اختيار الزوايا والكوادر تحس إنه شغل ناس كبار يعني مبدعين كده. بالضبط كده. فأخذوا نصيبهم خلي من التدريب مشكلة. بالضبط كده، هم بياخذوا تدريب في كل المجالات، اللي هو الإخراج والتصوير والإضاءة، وبياخدوا كمان تدريب في المونتاج، حتى بياخدوا تدريب على الصوت. فيعني زي ما قلت لك الأطفال مبدعين، يعني أنت بس تديهم طرف الخيط وبتلقيهم على طول مش معك، فهذه حاجة جميلة جدا جدا. عدد الأطفال شاركوا من الولايات، كنتم مقسمين لكل ولاية حيكون مشاركين عدد معين؟ من كل ولاية كان شارك معنا 30 طفل. كم؟ 30 طفل. 30 طفل. أيوة، من كل ولاية. الاختيار التدريب ده عايز أنبه لحاجة معينة، إنه تم بالشراكة مع منظمة يونيسيف وبالتنسيق مع مجلس رعاية الطفولة الولائي في كل ولاية من ولايات دارفور. مجلس رعاية الطفولة هو اللي كان بيختار لنا الأطفال، بيختارهم لنا من فئات متعددة. اللي هم بيختارهم لنا مثلا من أطفال المدارس، أطفال المخيمات، على حسب بعدك هم اختيارهم. بعدين إحنا بنقوم بتدريب الأطفال دل على صناعة الأفلام من المراحل كاملة. الرعاية اللي ذكرتها لي هي السنة دي فقط تحديدا بعد اختياركم للمكان، ولا كان ده مقترح من قبلهم هم؟ هم اليونيسيف كان دخلت معنا كشريك من بداية السنة، رعت لينا الحفلة بتاعت السنة الفاتت، ولما شافت الشغل بتاعنا الجميل ده فقرروا إنه يكونوا معنا شركاء دائمين على طول الشغل إن شاء الله. فكانوا معنا شركاء من بداية السنة، وهم يعني دعمونا دعم كبير جدا جدا في إنه نصل لكل أطفال دارفور. ده عمل كمان إحنا بنشاهد فيه، ده عمل تاني؟ أيوة، ده العمل التاني من
من إحدى الولايات. برضو فيهم تقريبا الأبطال هم سلمى ومحمد. أيوة أيوة. بيتكلموا عن تفاصيل جميلة. هو في كل في كل ولاية نحنا بنشتغل فيلمين، فيلم روائي وفيلم وثائقي. أيوة جميل. فالفيلم الروائي بيكونوا شغالين فيه أطفال محددين، الفيلم الروائي بيكونوا شغالين فيه أطفال تانين. سلمى سعاد أنت اشتغلت الفيلم ده؟ أنا اشتغلت في الفيلم الروائي. اختيارك أنت كان كده إنك عايزة فيلم روائي تشتغليه؟ اختياري كان كده. هم الأطفال إحنا في كل مرحلة بنديهم حرية في حرية الاختيار تماما، حتى في إن هم عايزين يشتغلوا شنو وعايزين يشتغلوها كيف. فبعدين هم اللي بيكتبوا السيناريو، بيكون كتاب السيناريو مقسمين، واحد مفروض يكتب سيناريو روائي وواحد يكتب سيناريو وثائقي. بعد ذاك الأطفال بيتقسموا على حسب اختياراتهم، زي ما سعاد قالت لنا إن اختارت الفيلم الروائي. يعني هسه الأفلام هم 10 مش كده؟ الأفلام اتعرضت 10 اللي هو كان العرض يوم 13. أيوة هي 10 أفلام للولايات وثلاثة أفلام اللي هم عملها للشباب المواسم الفاتو شاركوا بيها في الموسم ده معانا. جميل. استيعاب الأطفال كان سهل ولا صعب؟ سهل. يعني الفكرة سهل شديد. هم الرغبة بتاعتهم في إنه يتدربوا خلت إنه استقبالهم للأفكار يكون سريع جدا جدا وجميل جدا جدا. بعدين طريقة التدريب كانت ممتعة شديد. يعني ما بالطريقة السيورية الممكن تكون، كانوا على طبيعتهم كده بالضبط كده. يعني إحنا بنخليهم يعني في البيئة اللي هم عايزين يقعدوا فيها بكونوا مرتاحين جدا. أقعد بالطريقة اللي أنت بتعجبك، أسمع بالطريقة اللي أنت بتعجبك، فالحاجة دي هم بتخليهم يستقبلوا المعلومة بشكل أكبر، ودي كانت من الحاجات المهمه جدا جدا. بعدين الاطفال انت لما تجبرهم على حاجه ايوه ما بتلقى منهم ما أيوة ما بتلقى ما بتلقى رد فعل أيوة. صح. اي ف كونك انك تديهم حريتهم في الحاجه اللي هم عايزينها بيستقبلوها دائما بصدر رحب شديد. ان شاء الله. سعاد حاليا برضو ادردش معاك واشوف كان في صعوبه ولا في سهوله في انك تعرفي معلومات عن المونتاج والتعامل مع الحاسوب ده بدايته كيف، وحط فاصله فيه لحد وين، لكن حنطلع كلنا مع بعض كده فاصل ونرجع ان شاء الله من بعد نتواصل. أهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معكم. واليوم حديثنا تسليط الضوء على مبادرة مهمة جدا بتهم كل الأسر وكل المشاهدون، بتتعلق بشريحة هي كل الحاضر وكل المستقبل، المستقبل بكل أهدافه وأحلامه وإبداعاته، بكل الدور اللي بننتظره من أطفالنا اللي هم بيشيلوا البلد وبيبنوا البلد، وهم بيدوهم من هم صغار بالتأسيس. لما نتكلم عن مبادرة تدريب الأطفال على صناعة الفيلم، هي ما بتبقى صناعة فيلم معناه انه لازم يمشي في نفس المجال اللي هو اختاره من هو صغير، لا، دي عندها معاني كثيرة جدا في انه يكون في يعني قدرة كبيرة جدا على الوعي، على يعني تفتح الذات، الدواخل، الانسجام مع الآخر، التعرف على كثير من المناطق والأماكن المختلفة، وفي إضافة بالتأكيد بأي شكل من الأشكال. برحب بكم مرة تانية سعاد وأستاذ محمد. سعاد، عرفني انه اختاروكي من الفصل وقالوا لك غني وقمتي غنيت وبعد كده اختاروكي، وانت اخترتي تحديدا المونتاج مش كده؟ دي كانت رغبتك لانك بتحبي تتعاملي مع الحاسوب. قبل ما تتدربي وبعد ما تدربتي شنو كان الاختلاف اللي انت حسيتيه؟ يعني انا حسيت باختلافات كثيره، يعني مثلا ما كنت متوخى انه اجي القى حاجات سمحه زي دي، زي الكاميرا حاجات، يعني استفدت حاجات كثيره، يعني عارف اصور وعارف امسك الكاميرا وعارف امثل وعارف اكتب قصه السيناريو، يعني استفدت حاجات كثيره. ومن المونتاج يعني عرفت حاجات انا كنت ما عارفها، يعني خلاص اتطورت وبدي يعني داري من كل الاطفال انه يرجعوا للاستديو ويطوروه من جديد. ايوه انت تدربتي في المجالات دي كلها وقمتي بعد كده كان اختيارك للمونتاج مشكله مونتاج، لكن ما صعب مونتاج صعب، لكن بعد ما شرحوا لنا والتفاصيل كان معانا الأستاذ معيد وشرح لنا إن كيف يكون المونتاج، إن كيف يكون المونتاج، وبعد ذلك انسجمنا معه وخلاص بقينا نعرف نطبق ونحذف ونصلح ونحذف ونصلح وخلاص. بتحذف شنو؟ بتخلي شنو؟ يعني بحذف الحاجات اللي ما دايرينها في الفيلم. انت ما دايراها؟ انا ما دايراها. المخرج ولا انت؟ شغل يعني المخرج بيكون جنبي. ايوه بيكون جنبي قاعد معي سوق. المخرج عمره كم يا ربي؟ المخرج يعني تقل ثانيه ثانوي، لكن ما عارفه عمره كم، لكن برضه حاجات هي بتقول لك شيلات وتقول شيلها من المونتاج. اي لو يعني بيجيبوا لي السيناريو حقها اللي كتبوه وحاجات زي يعني الحاجات يعني لكم خلطه في حاجه انا بقطع الحاجه الخلطه فيها وبجيب الحاجه السمها،
وتعني بخلص لما بقطع والفيلم بيكون جاهز. جميل، كلام جميل. حاسي انه لقدام انت ما خلاص فضل لك سنتين وسنه وتمتحني بعد كده ثالثه ثانوي، ناوي تواصف المجال ده ولا حتخليها حاجه كده جانبيه هوايه لك؟ يعني متمنى انه يطوروا من الشده عشان كل البنات الزي يطوروا، يعني انا متمنيه يعني مين عجبني الشده متمنى انه اكون حتقري حتقري المجال ده. حقري المجال ده ان شاء الله. ان شاء الله. لما نتكلم استاذ محمد برضو عن التغييرات اللي حصلت عموما في المجتمع وبرضو اثرت عليكم انتم في المبادره في اختياركم ايضا للمكان وفي تغيير تركيزكم على الوسط او المركز، الثوره والسودانيه بالتاكيد عندها اثار برضو في الفيلم، خصوصا لما يكون من اطفال هم عايشوا كثير او عايشوا الاحداث كلها حتى لو ما كان في وعي كامل بالفكره كلها، يعني اثر على اعمال الاطفال حسيتوها موجوده؟ اكيد طبعا الاثر واضح شديد، بعدين الاطفال هم اكثر فئه بتتاثر بسرعه جدا والتاثير فيهم بيكون واضح يعني وضوح الشمس. واحد من الاطفال اللي هو قلت لك في الفاصل اسمه فارس كان شغال فيلم عن الثوره، وبرضه واحده من الاطفال اللي اسمها صفاء برضه كانت شغاله فيلم عن الثوره، فالحاجه دي كان اثرها واضح جدا جدا فيهم، التغيير كان واضح شديد، كميه الوعي اللي اكتسبوه من الثوره ومن الاحداث اللي كانت حاصله اثرت شديد في شغلهم حتى في حياتهم اللي قدام، يعني هم بيجوا بيتعاملوا على حاجات على حسب وعيهم على حسب الحاجات اللي هم بيجوا شايفينها وحاسينها في المجتمع، ف يعني الثوره غيرت أثرت فينا كثير شديد. البيئه برضه بتاثر بشكل كبير ومعانا مشاهد الان نحن بنشوفها. ايوه دي من تدريب الجنينه ولا دي من تدريب شجره السحاب، فيلم شجره السحاب ناس زالينجي. ايوه ناس زالينجي. سعاد متابعة ومذاكرة ما شاء الله. دي مدرسة برضو. دي ضد عين. طبعا مشاهد كثيرة يعني من مختلف الولايات. دي الناس دي الناس الجنينة تقريبا انتو صح؟ ما نحن منطقة تانية. ايوه التنقل نفسه اضاف لكم انتم برضه في المبادره انتم كقائمين عليها يعني؟ اكيد طبعا، يعني دي بالنسبه لنا احنا في المبادره كانت اول مره، اول تجربه لنا، فدايما في اول مره انت بتكون خايف انه النتائج بتاعه الحاجه تكون كيف. يعني نحن كنا متوقعين تماما انه ولايه دارفور تكون من الولايات الجميله جدا جدا، ويعني صراحه تفاجئنا وانبهرنا شديد. يعني اول حاجه البيئه كانت مساعده جدا للتدريب. الطقس الطقس أيوة كان جميل صاحب. جدا شديد يعني صراحه احنا ممكن نقول لك الاسبوع اللي قعدناه هناك خلانا ما شايف شمس اصلا هسه في المشاهد دي نهائي. وفي حتات كان فيها مطر كمان. وبعدين يعني ما شاء الله ناس مجالس رعايه الطفوله الولائيه ما قصروا معانا، ساعدوني جدا، وفروا لنا كل الحاجات اللي احنا ممكن نحتاج لها في التدريب بالذات يعني، وبعدين حتى في دعم الاطفال برضو وفروا لنا يعني حاجات جميله جدا، ومن هنا انا بوصل لهم تحيه كل المجالس الولائيه في الخمسه ولايات ما قصروا معانا شديد. بعدين يعني التغيير ده في انه نحن نمشي من الخرطوم للولايات عشان ندرب، يعني احنا كنا عارفين انه في اختلافات كبيره ممكن تكون حاصله، اللي هو في انه يعني ما نفس الاطفال اللي احنا بنلقاهم هنا حنلقاهم هناك، بل بالعكس يعني في فئات كبيره جدا من الاطفال، فئات متنوعه من الاطفال، فبقى التحدي في انه احنا كيف نقدر نتعامل مع الفئات الجديده دي من الاطفال اللي احنا اول مره ندربهم، ويعني الحمد لله تعلمنا من التجربه كثير. بالنسبه لكم اضافه بالضبط كده. طيب الحرب والسلام عموما مؤثر على فكرة السيناريو والإخراج والإعداد عند أطفال دارفور؟ بالضبط، مؤثرة تأثير كبير واضح شديد، حتى واحدة من الأفلام اللي النظرة كيف؟ ماشي على تفاؤل ولا في أكيد طبعاً أكيد أكيد يعني الأطفال كونهم إنهم حاجز الخوف ده يتكسر فيهم إنه يكونوا يعبروا. عايشين أيوة ويقدروا يعني يقدروا يعبروا ويحكوا الحاجات اللي كانت بتحصل دي، يعني واحدة من الجوائز نحن بنعتبرها لنا في المبادرة، إنه طفل كان في يوم من الأيام محروم من حاجة وقدر وصل لها حتى لو ما الوصول الكامل لكن قدر مد يده عشان يحصلها، دي حاجه من الحاجات الفخورين جدا انها حصلت في المبادره، حتى كونهم يعبروا، وزي ما قلت لك واحد من الافلام يتعامل عن انه القرى اللي كانت بتتحرق وكده، ما عايز احرق تفاصيل الفيلم لانه حيكون عندنا عروض جايه ممكن الناس تحضره، بديك يعني بوصل لك احساس انه الاطفال ديل عايزين جواهم حياه كثير، عايزين يعبروا، عايزين يطلعوها، عايزين يحكوا عنها، و نحن تفاجأنا شديد، يعني الأطفال ديل قعدوا حرفيا قعدوا في الواطة عشان يبنوا لوكيشن كامل وبعدين يحرقوه.
فده بوريك الديتيكيشن اللي جواهم، بوريك انه يا اخي احنا عندنا جوانا كثير عايزين نعبر. دي من الحاجات اللي احنا فخورين بها شديد يعني، بالذات في الموسم ده. لانه يعني هنا اطفال العاصمه طبعا افكارهم بتكون مختلفه تماما، مش ممكن في اتجاه اخر يعني، ايوه في اتجاه مختلف، ايوه في يعني ممكن يتكلموا عن الاعاقه، يتكلموا عن اصحابهم، يتكلموا عن القصص اللي بيكونوا عايشينها هم. لكن في دارفور بيتكلموا يعني عن واقعهم، عن 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 حاجه حياتهم هم بيكونوا عايشينها كيف. فتجربه كانت يعني جميلة، احنا جميله جدا ومبهورين صراحه يعني لحد اللحظه، احنا خشومنا مفتوحه يعني. ممكن اقول لك ان شاء الله هنشاهد مع بعض العروض كلها يعني في الفتره القادمه بعد ما تعلنوا عنها، وتورونا ان شاء الله تاريخها وزمانها ان شاء الله. الناس تتابع صفحتنا ان شاء الله باذن الله. سعاد، اثر المبادره دي والمشاركات دي في صناعه الفيلم على اطفال دارفور، يعني انت لما تقعدوا تتونسوا، انتوا كم 28 كنتوا؟ كنا 29 ولا 30 ما عارف، ما متذكره. لكن 30 دول مش بتتجمعوا طوال، انتوا بتتونسوا؟ بنتجمعوا في الاكل حاسين بشو هم بيقولوا في الشهر؟ يعني نتكلم عن الطموحات والاشياء الكثيره دي. يعني مثلا واحد بيتمنى ويقول انا داري اشتغل مونتاج، واحد بيتمنى ويقول داري يكون ممثل، حاجات كثيره يعني. وواحد بيقول انا داري ابقى دكتور، وحاجات زي ده. نتكلم عن اشياء كثيره، ويعني ممكن قبل المبادره ما يكون محدد هو. ما عرفنا، كان قبل المبادرة أي واحد كان بخاف من أخو الثاني، لكن بعد ما انسجمنا سوا كلنا بقينا نعرف. اليوم الثاني قعدنا سوا وخدينا وفطرنا كلنا، يعني كنا مستمتعين. خايف استمتعنا وخلاص تنزم اتفارقنا، بكينا جدا. تعودتوا على بعض خلاص؟ تعودنا على بعض وخلاص. صاحبتي ناس كتار، انت لقيتيهم؟ صاحبتي ناس كتار، لا الحمد لله. استفدت منهم؟ تعلمت استفدت منهم؟ لا استفدت منهم اشياء كثيره، التعامل مع الناس والصداقه وعجز زي كثيره يعني خيته. واتمنى انه القاهم من جديد. ان شاء الله حتلقاهم في مبادرات ان شاء الله احلى. وانتم كده مبدعين كلكم مع بعض في المجالات كلها ان شاء الله. مبدعين ان شاء الله ان شاء الله. والقرايه كيف مع صناعه الفيلم دي؟ مركزه في الافلام وخليت القرايه، ولا بتقري كويس؟ بضرب بقري. لا ما عندك فرصه؟ مش ما لي جت فرصه، لكن بعد ما امتحانة من صناعة الفيلم وكذا يعني مشيت رجعت للدروس بتاعتي، وقاعدة أذاكر وأشوف الفاتتني ورجعت إتا من جديد وخلاص. جميل. أنت الوحيدة في فصلك اللي اختاروكي مش كده؟ نعم. شو صوتك حلو يا ربي، ولا عشان شنو؟ والله ما عارفة. خليك تغني لي الأغنية اللي غنيتها في الفصل واختاروكي بعدها، ولا كيف؟ ما مشكلة. قلت لهم شنو؟ ما قلت لهم، قلت لهم خاني بطل وضيت الزعلان الحبيبي انا من شفته طولنا. قول لنا منها حاجه صغيره كده. اه زعلان الحبيبي انا من شفته طولنا. اه خلاص بس كده. دي المره الجايه تدوها مساحه بس تمثل وتغني مع بعض سعاد ان شاء الله. لما نتكلم عن تقبل المجتمع السوداني عموما في السنوات الماضيه وفي السنه دي لفكره انه اطفالهم يكونوا مشاركين في عمل زي ده، فكيف لقيتوا الاستقبال او الاقبال عليه؟ والله الاقبال كان كبير. الحاجه دي احنا كنا بنقيسها دائما في العروض الختاميه اللي هو بنعرض فيها الافلام. العرض الاول بتاع 2015 الحضور كان ما يقارب ال 900 شخص. العرض الثاني 2000، يعني احنا الصاله اللي عرضنا فيها الافلام دي الاهالي، ودي دعوه عامه الناس بتجي، الاهالي ودعوه عامه. يعني احنا ما قاعدين، العروض بتاعتنا مجانيه تمام، ما فيها تذاكر ما في شيء. ف يعني بنعاين للصاله بنلقى انه في ناس واقفين حتى ما لاقين مقاعد، بنطلع برا بنشوف الابواب مليانه، الناس بتحاول انها تدخل. الحاجه دي استمرت معانا في السنين اللي بعدها طوالي. ده بدينا يعني بوصل لنا فكره انه الحاجه دي واصله لقلوب الناس. يعني كونه انه كميه كبيره من الاشخاص بس اجوا عشان يحضروا افلام صانعينها اطفال، ده وعي؟ ده حصل وعي ولا حصل شنو انه الناس تهتم بفكره زي ده وموضوع زي ده؟ انا بعتقد انه غياب السينما في السودان كان هو واحد من الاسباب اللي خلت الناس يعني تيجي تحضر الحاجه دي. لانه كونه احنا ممكن عايشين فتره طويله جدا ما شفنا سينما، ما شفنا افلام سودانيه. لما جينا حكينا عن انه افلام سودانيه صانعينها اطفال سودانيين من الصفر لحد النهايه، دي خلت الناس انه يكون عندهم فضول يشوفوا الحاجه دي، هل كيف اتعملت، كيف الاطفال ديل صنعوا افلام كيف.
وزي ما قلت لك يعني الناس انبهرت, بقت متابعه شديد. حتى ناس بتجينا في الصفحه يا اخوان احنا عايزين نشوف الافلام, ما ممكن تكونوا ماسكيننا وداسيننا. فالكلام ده خلانا احنا نعمل عروض اضافيه للعرض الرئيسي بتاعنا. فالاقبال كان عالي عالي جدا. جميل. الفكره ذاتها واضح انه هي ما في اي نوع من انواع التجاره, هي فكره لمبدعين للموهوبين للاطفال لبناء الوطن. يعني الفكره كلها جميله. يعني لما نتكلم عن المشاركات, انا في الفاصل سالتك في انه الاطفال ديل بعد ما يتم عرض الافلام دي بعدك بيحصل لهم شنو؟ ففي حالات او ذكرت لي انه في بعض الاطفال معاكم كان عندهم مشاركات في الخارج. بالضبط كده. عندنا نوران من الموسم الثاني 2016 شاركت في معسكرات اضيفه الرقميه, وضحى عادل برضو من الموسم الثالث 2017 ايضا شاركت في معسكرات اضيفه الرقميه. الحاجه الجميله جدا فيهم انهم هم يعني بعد ما يشوفوا المجال بعد ذلك بيكون عندهم خيارين هم عايزين يواصلوا في المجال ولا يمشوا لحتات تانية. فالجزء فيهم اللي بيكون عايز يواصل بيجي بيكون متابع معانا دائما, يعني بيكون متواصلين معانا. هم كلهم بيكونوا متواصلين معانا, لكن دائما الناس اللي مفضلين المجال بيكونوا متواصلين معانا تواصل اكثر. حتى بيجوا بيضايقونا دائما في الحتات اللي احنا بنكون قاعدين فيها, بيسالونا يا اخي انا والله مثلا عندي الحاجه الفلانيه دي عايز اعملها, عمل كيف حتى بعد ما التدريب انتهى طبعا. وزي ما حكيت لك برضو انه في واحد من الاطفال اللي هم احمد ابو عبيده وخالد جادين صنعوا فيلم في السنه دي وعرضوه معانا في الايفنت الرئيسي بتاعنا بتاع السنه. فهم اثناء ما صناعه الفيلم ده شغال بيجونا دائما يا شباب متابعين ما تقطعوا. ايوه كتبنا السيناريو بتاع الفيلم ده, راجعوا معانا نشوف الحاصل شنو. بنراجع معاهم بعد ذاك بيمشوا بيبدوا الخطوات بتاعه صناعه الفيلم. بيجونا يا اخي والله انا صورت المشهد الفلاني ده, اللقطه دي كويسه ولا ما كويسه؟ يعني بيجوا بياخدوا أسئلة معينة عشان يرتبوا أفكارهم هم, بعدك بيواصلوا في حاجاتهم. فما شاء الله يعني هم قدروا إنه يصلوا للطريق بتاعهم صح وماشيين فيه صح, ودي حاجة جميلة جدا إحنا فخورين بها شديد بالذات في الأطفال. جميل. أنتوا كمدربين ومشرفين وناس في المبادرة دي, شنو من الصعوبات ممكن تواجهكم أو العقبات اللي هي واجهتكم في السنوات الماضية عشان نتجاوز إن شاء الله السنة القادمة؟ والله صعوبات كثيرة. يعني المبادرة هي قائمة على الجهود الذاتية, قبال شراكة اليونيسيف كانت قائمة على الجهود الذاتية. التدريب كان مجاني تماما, الأطفال ما كان عليهم أي حاجة, إحنا بس بنستقبلهم بنديهم التدريب اللي هم عايزينه وبنصور معهم الأفلام. فيعني صراحة الصعوبات كانت كبيرة جدا جدا. يعني من ضمنها إنه إحنا مرات بنكون شغالين في مكان بيجوا يطلعونا من المكان ده بيقول لنا أنتم منو بتدربوا شنو وليه وكده. يعني حتى في واحدة من المرات كنا شغالين في حتة جو طلعونا منها ووقفنا التدريب بدون ما يفهموا ممكن انتم منو ولا بتعملوا. بالضبط كده. دي كانت واحدة من المشاكل اللي احنا بتواجهنا. وغير كده كانت بس انه ما احبطوا يعني ووقفتوا واصلتوا. صراحة الحب اللي كان للمبادرة خلانا هو نواصل. يعني دي حاجة احنا ما بنقول اللي كنا الناس, لكن احنا بنحب المبادرة شديد. فريق العمل بتاع المبادرة بحب المبادرة كل الحب الخالص اللي ممكن أنا أقول لك عليه. لأنه فعلا المشاكل اللي بتواجهنا كانت صعبة جدا, لدرجة أنه ممكن لو واجهت زول يقف في لحظة يقول لا أنا فترت ما قادر, لكن الناس مع بعض تماسكها مع بعض خلاهم أنهم يستمروا لي قدام. الحمد لله قدرنا وصلنا للمرحلة. الحمد لله وصلنا للمرحلة. نشوف إن شاء الله المستقبل حيكون فيه شنو من خلالك إن شاء الله. نشوف واحد من الأعمال في الضعين كان نشاهده مع بعض. Action!
رجعنا من جديد، شفنا واحد من الأعمال دي اللي هو شفنا كمان اليونيسف هو مكتوب في نهاية العمل، الإضافة من الشراكة دي برضو اللي حصل لكم العام دي. اليونيسف سهلت لنا الوصول لدارفور بكل الطرق، يعني شاركونا في التدريب بالكامل، قدروا يعني احنا قدرنا نصل لدارفور عن طريق اليونيسف، فتحية لهم كبيرة جدا جدا، يعني ما قصروا معانا وكانوا شركاء معانا من بداية السنة لحد اللحظة دي، وكيد طبعا اللي قدام ان شاء الله حتستمر الشراكة دي عشان نقدر نصل لأطفال أكثر بإذن الله ان شاء الله. نتوقع شنو ان شاء الله في السنوات القادمة او السنة الجاية قريبة دي؟ ان شاء الله السنة الجاية طبعا هو بيكون التقديم في الصيف بالضبط كده. التدريب الأساسي بتاعنا دايما بيكون في فترة الإجازة الصيفية ان شاء الله، بالإضافة دايما لتدريب الولايات، يعني تدريب الولايات حيبقى معانا ثابت في كل السنين ان شاء الله. حنرجع اكيد لدارفور، لكن عايزين ندي باقي الولايات طبعا الفرصه بتاعتها ان شاء الله. ما ححدد ولايات معينه لانه احنا لسه ما عملنا الدراسه بتاعه التدريب بتاعتنا، لكن ان شاء الله حندرب في الولايات، حندرب في الخرطوم، وانا متوقع انه ان شاء الله السنه الجايه حيكون عندنا اكثر من 20 فيلم ان شاء الله باذن الله، زائد الافلام اصلا هي زائد الافلام الموجوده اصلا الموجوده. سعاد حتعمل شنو؟ يعني المبادره انتهت، ممكن انت رغبتك دي تواصليها انت ومعاك المجموعه اللي تعرفت عليهم تشتغل مع بعض، المرة الجاية تجربي قسم تاني؟ هاي ممكن أجرب، لكن برضو ما عندنا معدات يعني موفرة إنه نحن كيف نصنع ممكن يتحصلوا عليها؟ كيف ممكن يتحصل عليها؟ المعدات طبعا هي صعبة شوي إنها تتوفر، لأنه إحنا بنشتغل ببروفيشنال كاميراس، بس هم إحنا دربناهم على إنهم يشتغلوا دايما بالإمكانيات الموجودة عندهم، حتى لو بتلفوناتهم، حتى لو يعني بأقل الإمكانيات ممكن هم يشتغلوا فيها، واكيد طبعا اللي قدام ان شاء الله حتتوفر. احنا يعني اللي قدام حيكون عندنا خطه انه نقدر نوفر مراكز بتاع التدريب في كل الولايات لو قدرنا ان شاء الله باذن الله. وفي ولايات مثلا في ولايه الضيعين، ولايه شرق دارفور مدينه الضيعين حيتفتح مركز بتاع اطفال ان شاء الله هناك، نحن حنكون متواصلين مع المركز، وعندنا رغبة إن شاء الله إنه المراكز تتفتح في كل ولاية دارفور إن شاء الله. إن شاء الله سهل لك الموضوع يا سعاد بالتلفون، يعني إذا حتى في البيت في كم أسرة في تلفون كاميرته نظيفة ممكن، لكن الناس تكون وضعت السيناريو والفكرة ويتم يعني العمل كده، يعني ممكن يعني بدون أخلاط نعمل؟ أكيد طبعاً أكيد طبعاً. يعني مثلاً لو في حاجة خلط مقطع كيف؟ أوها يلا في التلفونات برضو في البرامج. في الحاجة دي مشكلة. أيوة في برامج بتاعت مونتاج بتكون متوفرة في التلفونات. يعني سجلته طويل لمدة كم؟ قولي 20 دقيقة عايز تطلع في الحتة المعينة تقطعية ما صعب، أنت بس تسألي زي ما أخذت تدريب كون هنا بس عايز شوية تدريب مش كده؟ في برنامج تنزله هي ولا حتعمل شو؟ في برامج احنا ممكن لو نوريها انها كيف تستخدمها، بتعمل اديتنج في التلفون حتى يعني شبيهه جدا بالبرامج بتاعه المونتاج الكبيره اللي بتكون موجوده في اجهزه الحاسوب. واحنا ان شاء الله يعني عندنا ورش لقدام انه يكون تصوير كامل ومونتاج كامل عن طريق الهواتف الذكيه ان شاء الله. كده الموضوع بقى سهل خالص مش كده؟ كل شهر شهرين حتطلعي فيلم مش كده؟ ان شاء الله. سعاد ان شاء الله دي الحاجه المهمه يا استاذ محمد، في انه والله الاطفال وضعوا بيكون احلام كبيره وانجزوا انجاز ووصلوا لهدفهم بانه يكون في عرض وسط الاف الناس اللي بيشاهدوه، وتم العمل ده كمان اتعرض في السوشيال ميديا وفي الشاشات، لكن ما بعد ذلك لازم يكون في تضعوا لهم خط واضح انهم هم يمشوا عليه. بالضبط كده. نحن دايما بنقعد معهم في نهايه التدريب بنقول لهم يا جماعه انه عشان هي ما تبقى ذكرى فقط، يعني أيوة. كل طريق ومشوار لهم. صح بالضبط كده، دايما في نهايه التدريب بنقعد معهم بنقول لهم انه دي ما نهايه الطريق، يعني دي ما خلاص النهايه بتاعت انه احنا جينا دربناكم الفتره بتاعت الاسبوع دي وخلاص معنا احنا كده المشروع بالنسبه لنا انتهى، لا يعني دايما بنديهم انه يا اخي اشتغلوا لقدام، شوفوا لقدام انتم ممكن تقدروا تعملوا شنو، عندكم افكار اشتغلوا عليها، سيناريوهات قصص اكتبوها دايما، ونحن متوفرين في اي وقت ممكن يتواصلوا معنا عشان احنا نساعدهم. يعني حتى الاعمار الصغيره بقت هي موجوده في السوشيال ميديا، انه اكتبوا اسم الصفحه أيوة. وتتلقي وتتواصلي معهم مثلا في الخاص ما صعب بيكون. بالضبط كده. جميل، ان شاء الله ربنا يوفقكم استاذ محمد، بتقوموا بعمل كبير يعني صراحه حاجه مشرفه جدا، ويعني بتساعدوا في ابنائنا وبتساعدوا في بناء المستقبل انتم من خلال الجيل ده، من خلال انه بتوعوا فيهم كثير من التفاصيل المهمه، يعني ما تكون الفكره كلها انه قرايه اكاديميات مسلسلات وكذا، لا الحياه اوسع واكبر من كده وبتستاهل انه يضعوا فيها اهداف واحلام، وانتم من خلالكم هم بحققوا حتى ولو جزء من الاحلام دي. بشكرك جدا استاذ محمد عبد مناف،
مشرف ومدرب بمبادرة تدريب الأطفال في صناعة الفيلم. وشكرا لك أيضا يا سعاد عبد الله سبيل مشاركة أنت في التدريب في المونتاج، وإن شاء الله المرات الجاية نشوفك في كل الأجسام ونشاهدك إن شاء الله تقدم لنا دعوة. طوالي. تمام. سلم على كل أهلنا هناك في الجنينة وعلى كل أصحابك اللي تعرفت عليهم كمان في المبادرة. شكرا لك، شرفتينا الليلة. شكرا لك أستاذ محمد. بشكر مشاهدينا في كل مكان تابعونا اليوم في حلقتنا دي، وموضوع مهم جدا، وده يمكن يعني لكل الأهالي ولكل الآباء والأمهات، لكل اللي بيهتموا بتطوير أبنائهم وتطوير إبداعاتهم وتفريغ كل الطاقات الإيجابية من خلال المبادرات الجميلة دي. إن شاء الله كلكم موفقين وكل أبنائنا موفقين، هم كل المستقبل. حد ما نتلاقى في أمان الله وحفظه.